secar las vitrinas. Ahora la tengo. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس. كنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي معنا من هنا من سوق الهديم الشهير. كما عهدتمونا مشاهدينا وتبعنا معكم شهر رمضان المبارك، فكنمشيو للسوق اللي كيجيو ليه ولاد الشعب وبنات الشعب، يعني السوق اللي كيكون اكثر هو اللي كيعطينا كما كنقولوا صوره على الاقبال وعلى الثمن وعلى مجموعه من الاشياء. فنخليو المحلات ديال المالين الهاي كلاس والناس اللي لاباس عليهم وداك الشيء، فحنا نخليو هذوك. حنا جايين على الدراوش، محلات اللي كيجيو ليهم الناس، يعني عامه الشعب كما كنقولوا. كما كتابعوا معنا هنايا مشاهدينا ومتابعينا قناة شوف تي، كاين اقبال كبير على الحلويات في سوق الهديم الشهير. والصابلي كما قال لنا صاحب المحل انه واصل 40 درهم للكيلو، لا هو لا المملحات لا عدد من المنتوجات. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي كما كتشوفوا معنا محسن العنيقري. نعم اخي مرحبا بك اخويا، تحية لك وتحية للجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر. هنا مجموعة من الحلويات، وصراحة تصبح حلويات مكناسية صرفة 100% ما جادت به الأنامل، أنامل المرأة المكنسية. هنا اللوز عاوتاني، أربعين درهم خمسين درهم ستين درهم على حساب نتا وجهدك، هذا هو الثمن. يعني ولو أنه يعني أنا سولت هذا السؤال هذاك، يعني راه كاين زيادة ديال الزيت الزبدة الدقيق مجموعة من المنتوجات زادت، علاش نتوما ما زدتوش؟ زعما شنو السبب؟ قلت خويا داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين، لا تزاد شي حاجه ما اثرتش، ما يمكنش نزيد لانه الكليان مولف واحد لوكلي. وهذا الشيء غادي نعرفوه من عند السيد صاحب المحل، نحاولوا نسولوه علاش ما زادوش، علاش ما كانش زيادات بالنسبه لهم. الإشارة فقط، فهنا يعني أغلبية ولو كيختاروا يجيو ياخذوها مصيبة طالعة، بعيدا عن أنهم يصوبوها، أنهم كنعرفوا أنه ريحة الهواء الناس واسكتة مع الناس واسكتة. نكملوا معكم سيكوليا معكم. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي، غنحاول نقربوكم من الثمن ديال المجموعة ديال هاد المنتوجات هادي، خصوصا هاد الحلويات. عبد الغني هو ملمح، سمحي لي لالا الله يحفظك. كذلك العسليات هنا راه 30 درهم كما كتشوفوا معنا، 30 درهم الشباكيه باقا لها 30 درهم.
وكاين كذلك المملحات اللي هي هي كيكون لها اقبال كبير في هذا الشهر الكامل. هنا عدد من الاشكال المشاهدين ومتابعي قناه التيفي. هنا كيبقى يعني الاختيار بالنسبه للناس اللي كتبغي دير واحد بلاطو كما كنقولوا فيه مجموعه من الانواع والاشكال. فهنا كتبقى يعني كيبقى الاختيار ديال طبعا ديال الزبون هو اللي كيختار على حساب الاشكال اللي باغي، على حساب ليغو اللي باغي، كذلك الاذواق اللي باغي. كاين اللي كيبغي الشكلاط بزاف، كاين اللي ما كيبغيش الشكلاط. فهنا كيبقى يعني الذوق مود تنوع. خويا عبد الغني مرحبا بك معنا على المباشر. خويا شريفي مرحبا بك معنا. بغيناك اخويا بغينا نسولوك على الاقبال، كي داير السوق، كي داير بادي معطل اليوم، راك شي شهر حنا واقفين معاك. اييه عاونا شويه بهذا الشهر كيصايبو. هي كتباتو خدامين عليها اخويا. هو دائما مشاهدينا ومتابعي قناة تفتبي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من سوق الهديم، واللي كنحاولوا الان نقربكم من مجموعه من الاجواء هنا في هذه اللحظات، يعني على بعد ايام. وهنا يعني الان بعد ايام من عيد الفطر كنعرفوا هاد الحلويات. الى جانب ندوز اختي اجي مرحبا. مشاهدينا فكما قلنا فالى جانب المعسلات يعني او الشفاكيه وباقي الانواع الاخرى اللي كتستعمل في المائده الرمضانيه، فهادو كنقدر نقولوا انها حتى هي من ضروريات الدوازاتي كما كيقولوا هنا في مكناس، او كما كنقول انا زواقتي. نعم اخي عليكم السلام على المباشر خويا. بغينا نسولوك، عرفناك معطل اياه عرفناك، ولكن كنشكركم بعدا على الاستضافه دائما اخي. قال لك اخويا عندكم الزهر الصابلي في كازا ب 60 درهم فما فوق، كيفاش هذه القضيه؟ مكناس اخويا، مكناس راه معروف لحقاش المارشي بهدي في ازمينا دير ولاد الشعب. الثمن الدين تيكون عالي لحقاش تي تنصيبوا الراس، عندنا الناس تيصيبوا هذا الشيء فهمتي؟ نعم بزاف اللي تيصيبوا، تما عندهم يد العامله اللي تصعب داك الشيء باش تبقى قليل تيصقب، باش تلقى قليل تلقى الثمن ديال داك الشيء طالع. اليد العامله كتلعب دور في هذا الشيء. نعم خويا، ولا سولتك على يعني على بالنسبه ال زيادة ديال الزيت، زيادة ديال الزبدة، تزاد في مجموع يعني ديك المكونات المقادير. دابا شكون اللي تزاد في هذا الشيء؟ تزاد المواد اللي تتصرف المواد الأولية وتزاد الترونسبور. باش تجي شي ساعة باش تجيبوها. دقيق، اللوز، الججلان، كلشي تزاد. كلشي تزاد، ولكن جوج البقايا كاين شي مواد عاوتاني أولية باش يدخل في هذه المواد ديال هادشي ديال الحلويات، هذا باقي كان. كمثال لحقاش المؤكسيه ضروري تخدموا لافار، لافارين ديال الكاطو تقريبا ما بين 6 دراهم ديال 5 دراهم 7 دراهم، تزيدوا على دوك المواد اللي تيكونوا بحال دابا تزادوا كذا من الزبده ولا كذا من الشكلاط، هي ديك لو بوا ديال داك الطحين، ديك لو بوا ديال سميتو تتيكيليبري. ما كاينش التغيير، ما كاينش يعني ما كاينش التغيير. لا ديال التغيير تتيكيليبري الثمن باش يجي داك الشيء. إذا يعني إذا الإنسان راه خارج بالنسبة للتارج، راه خارج. خارج، كاين اللي تيقنع كاين اللي ماشي خارج. هذا هو اللي كان. وكاين مرة نقدروا نقولوا غير مسألة ديال اليد العاملة اللي كتقدر تكون زايدة. وهي حاجة طبيعية اليد، لحقاش كاين شي حلويات شي أنواع الكاطو تيطلبوا مراحل. وهاد المراحل تيطلبوا تقنية وفن، بحال دابا راه كيوقع كاين جوج، بحال دابا تلقى هذا تيخدم بهذا الشكل وهذا تيخدم بهذا الشكل. بحال اللي تيخدم الشكل الاخر تيكون زايد على الشكل الاخر اللي تيخدم، كله على حساب الشكل. كله والذوق ديالو. بالنسبة للإقبال خويا كي داير الحركة؟ هو
يعني المعسل دابا ما بقاش المعسلات ما بقاش كيديروا بهم قليل شويه لقاش في الايام الاخر عادي الناس بقاو تيجيو نعم الشهوه حاجه كتتقاد كتولي ستايل لا الشوف 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 نعم كما قلت يعني كيدير الاقبال بالنسبه لهاد الحلويات اللوز شحال دايرتها هي؟ اللوز كوكو افومي باللوز هذا كوكو اللوز كان 150 درهم هنا بالنسبه للقابليه ديال الناس تجيهم غاليه بزاف اللهم تهدي تدولو راه داكشي اللي قلت للناس في البدايه قلت لهم انه السوق ديال الهديم فهو ميزان نقدروا نعتبروا ميزان ديال الدراوش كلشي جميع الفئات الشعبيه كتجي هنا لاقاش شكون اللي شكون اللي تيستهلك بزاف شحال هذا كيبقى؟ هذاك تيديروا 12,000 كيلو 60 درهم هذو زوين تيديروا بحال اللي تتاكل اللوز هما غير بكوكب تيديروا الكوكب تدير لهم الاغوم والزهر وتدخل عليهم شي تويشيات زوين باش تفرقوش ما بين العقدات اللوز حتى هذا كيبلع عقدات كوكب تدير لهم الكوكب في هذيك لاباط ديالهم وتديروا لا فينيسيون شحال كتبقى هذه؟ هادي كامل تيديرو 60 درهم ولكن تيديرو من الويزات بحال دابا هاديك ليله ها هو بحال دابا واخا كوكو الويزات في لافينيسيون ماشي هادا تيكون الويزات كاين اللي تيدير لهم كوكو ولكن في المضغه تيجيب الويزات احسن نعم هاد الويزات ماشي مشكل هادو تاهما لوز 60 درهم هادي كوكو تنسموهم باللوز هادو فيهم كوكو فين اذا بغيتي باللوز 150 درهم انت كتقول للكليان راه كوكو منسم باللوز لا كوكو لاحقاش راه فاش يمشي يفطر ولا فاش يكون خاطر حد يضرب خويا اللهم يعني ماشي راه لوز غير بدي ايوا كاين اللي كي كاين اللي كي ايوا كاين كله ضميره كاين لو نواغ وكاين لو بلون نعم نعم كله ضميره نعم اذا واخا الزياده اللي وقعت مؤخرا يعني انتم باقيين محافظين على الثمن حيت قال لك 40 درهم الكلي اللي تيجيو عندنا السوق ديما راه تيولي بحال عاليه بيناتنا فهمتي تقدروا تنعرفوهم وتيعرفونا مين تقول لا تصلاح الظرف ديال العواشر تقول لا هذه راه ولا 70 درهم ولا هذيك ولا 60 درهم نعم ما يمكنش ما جاش اللهم حلالا طيبا نعم وربي تيحط البركه وخلاص الحمد لله تساعد والله عليك الحمد لله شكرا لك اخي شكرا لك شنو تقول للمغاربه بهذه المناسبه وحنا في العشر الاواخر من والله يدخل بالمغفرة والصحة والسلامة والعافية ويجمع شمل المسلمين والله يحفظ سيدنا ويشفي لنا ويخلي لنا بركة ويخلي لنا هذه البلاد هذه شكرا لك حبيبي الله يكبر بك بارك الله فيك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي فدائما هذا هو الذوق المكناسي طبعا الذوق الرفيع وكذلك حتى تبارك الله حتى الكلام والصواب فهذا لا يخفى على اهل مكناس فدائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي احنا معكم في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس أحد أشهر أسواق المدينة واللي كيعرفوه المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن فما يمكنش أنه يوصل لمكناس وما غيجيش للسوق ديال الهديل باش غياخذ الزيتون ولا الحلوى ولا العطرية ولا مجموعة من المنتجات الخليع كذلك وعدد من المنتوجات اللي كتواجد في هذا السوق هذا واللي حاولنا نقربكم فيه عدد من مرة وعدد من المواد الإعلامية مشاهدينا ومتابعينا قناة شوف تيفي من خلال عدد من المباشرات قربكم من الأجواء هنا داخل هذا السوق الشهير واللي كتحجديه عدد كما قلنا من ساكنة المدينة وغيرها من زوارها مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي ما بقى لي إلا نقول لكم كما قال سيدي محمد أحمد نمر سليمان كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام هذه هي الأجواء هنا من سوق الهديم الشهير كما كتابعوا معنا وعلى المباشر إقبال كبير للساكنة وكذلك لزوار المدينة من أجل اقتناء الحلويات العيد خصوصا لصابلي ولعدد من المنتوجات خصوصا حلويات العيد كما قلنا شكرا لكم مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء كان معكم مراسل القناه منير معطاوي الى اللقاء